يسعد الله اوقاتكم مشاهدين ترند، ويا اهلا ويا مرحبا فيكم جوله جديده لابرز الهاشتاجات والتداولات اللي رصدناها لكم من مختلف منصات التواصل الاجتماعي. وبكلمه سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله، نبدي جولتنا بمناسبه احتضان دوله الكويت اجتماعات الدوره العاديه 98 للجنه الدائمه للاعلام العربي والدوره العاديه 16 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معالي الأخ عبد الرحمن بداح المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، أصحاب المعالي الإخوة وزراء الإعلام العرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية لقائنا بكم اليوم يسرنا أن ننقل لكم جميعا تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، مرحبين بالإخوة وزراء الإعلام العرب في بلدهم الثاني دولة الكويت. الإخوة الأفاضل، يسعد دولة الكويت أن تحتضن اجتماعات هذه النخبة المتميزة من أصحاب المعالي والسعادة ووزراء وممثلي وزراء الإعلام الدول العربية والخليجية المشاركين في اجتماعات الدورة العادية 98 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية 16 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب. وإننا نرجو للقائمين على هذه الاجتماعات التوفيق والسداد، وأن يحققوا أهدافهم المنشودة منها ومتابعة تنفيذ قراراتهم المتخذة في اجتماعاتهم السابقة. خبرنا الثاني من حساب وزارة التربية، واللي انشرت مقطع عبر حساباتها بتويتر حول استمرارها في تطبيق خططها للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتوفير كافة الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المراجعين وتقديم أفضل الخدمات. أما خبرنا الفلكي لليوم ينقل تفاصيله لكم الفلكي خالد الجمعان في هالفيديو اللي يشرح من خلاله أسباب تساوي ساعات الليل والنهار ابتداء من اليوم الخميس. يتساوى الليل والنهار في الكويت في يوم الخميس 16/3، وراح يكون عدد ساعات النهار في هذا اليوم 12 ساعة ومثلها 12 ساعة لليل. أما موعد شروق الشمس في يوم الخميس راح يكون الساعة 5:57 صباحاً، وموعد غروب الشمس أيضاً الساعة 5:57 مساءً. وبعد تساوي الليل والنهار في الكويت تبدأ ساعات النهار بالتزايد تدريجياً، ويبدأ الإحساس بطول النهار بشكل ملحوظ، وهذا الأمر يتزامن مع ارتفاع زوايا سقوط أشعة الشمس، وهو أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة. والليل والنهار في الكويت يتساوون مرتين، الأولى في شهر 3 والثانية في شهر 9.
ننتقل إلى إنجازات عالم الطب ونجاح آخر في المنظومة الطبية الكويتية باستخدام تقنية متطورة للمرة الأولى في الكويت لعلاج مرض ارتجاع المريء من دون جراحة على إيد الدكتور جابر العلي. نشوف معكم التغريدة من حساب تفتيش الكويت. يا هلال، نقولها لشهر الرحمة اللي تفصلنا عنا أيام قليلة. نسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان وإياكم ويرحم من كان ينتظره. وبهالمناسبة تم تداول تغريدات عن مركز العجيري العلمي واللي أعلن يوم الخميس 23 من الشهر الجاري غرة شهر رمضان المبارك، وأكد المركز أن رؤية الهلال مستحيلة وفقا لمعايير العجيري العامة والخاصة وللحالة الفلكية. نتابع التغريدة على الشاشة. يا الكويت ودام عزك يا وطن. والكثير من الأدعية والتفاعلات والتغريدات اللي حصد عليها مقطع لمواطن انتشر بين حسابات تويتر، خلونا نشوف التفاصيل معكم على الشاشة. يلا حيهم يا جماعة، شفتوا الكيس هذا؟ الكيس هذا فيه أوبر توني صارفها من مستشفى الجهرة. المهم كنت راجع شهرين في الجلدية على ما استلمها، يوم طال الطايل قلت للدكتور اللي راجع عنده: يا دكتور بما ان الموضوع طول خلني بشتريها على حسابي على ما يصرفونها لي. قال: لا يا ولدي غالية. قلت: غالية يعني كم؟ قال: هذه يا ولدي علشان اصرفها لك لازم اوقع تعهد على نفسي. بيني وبينكم جاني فضول، يعني شل الأبر هذه اللي لهالدرجة؟ اول ما قال لي سعرها والله العظيم لا شعوري قلت: الله يعز الكويت. قيمة اول 5 أسابيع بس قيمتها من 7500 إلى 10000 دينار كويتي، تخيلوا. وكل شهر بعدين 1500. في أوبر ثانية كان بصرف إياها وأنا اللي رفضت، كانت متاحة أنا اللي رافض، قيمتها 20000 دينار كويتي أول 5 أسابيع بس. إي والله الله يعز الكويت، فعلا هذا الشيء يخليك تفتخر في وطنك. الله يعز الكويت، والله يجعلنا الشفاء من هالأوبر. اللهم آمين. نختم بهالخبر المضحك المبكي للوحة بالصين أطلقوا عليها اسم لوحة العار، يضعون فيها صور كل من يقطع الطريق بشكل خاطئ ويتم تصويره ووضع صورته على اللوحة مع اسم وجزء من رقم هويته، ويسحبون مبلغ الغرامة آليا من حسابه الشخصي دون تدخل منه. نشوف معكم هاللوحة اللي ما نتمناها بالفيديو الجاي. وصلنا معكم لختام جولتنا لليوم، نشكر متابعتكم ونترككم بأمان الله ورعايته.